إذا رأيت السيف بيد الجبان والمال بيد اللص والقلم بيد الجاهل فاعلم أنك في بلاد النهرين. الآن قامت مظاهرات في بغداد، أصحاب الكفاءات العالية يحملون شهادات الماجستير الدكتوراه يطالبون بحقهم الشرعي، يريدون ناس تريد تعيين. امرأة تريد ترمي نفسها من جسر، من جسر تذب نفسها بشط تموت نفسها، لأن صار 20 سنة هي شهادة وما متعينة وعدها جهال وحايرة بنفسها وغيره وغيره. وناس يقول لك أنا جاي، أنا مهندس، أنا أريد أخدم بلدي. أنتم جهلة، والذي انتخبكم أيضا جاهل. الآن تقوم مظاهرات في البصرة، وتقوم بداية حريق المدينة بأكملها، وهو من بداية عود شخاط. حافظوا على سلامة البلد يا دولتنا الرشيدة، حافظوا على سلامة البلد، أعطوا الناس حقوقهم، أعطوا الناس كل واحد حقه. بدال ما صوتت الرفحة أو خليت أمل الياسري الرفحاوية، طبعا أنا أقول لك لأنه أنت تجيب أطفالك وأطفال أطفالك وأولاد أولادك احتمال مسجل مطلع لهم فد جناسي ليه قدام فد 50 جنسية للسلالة مالتك كلهم تستلم رواتب رفحاوية. أما ذولا شهادة الدكتورة ما تقدر تحشر نفسك وياهم. أنت لو قدرت تحشر نفسك وياهم والله شاعينتهم وخليت الناس استفادت، بس أنت ما مستفاد بالذات، تستفاد من الرفحاوي. الرفحاوي 1000 واحد سجلتهم، 50,000 واحد. اطوا الناس حقهم يا أخي. وصل يعني البلد الآن اتدمر.